حياكم الله مشاهدين الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي بعيدا عن السياسة. تطمح مدينة كاميكاتسو اليابانية إلى أن تكون أول مدينة خالية تماما من النفايات في العالم بحلول نهاية 2019. وكانت المدينة التابعة لولاية توكوشيما أطلقت عام 2003 حملة لتحقيق شعار صفر النفايات للتخلص مما يفوق 500 طن من النفايات التي تقلصت إلى 300 طن بحلول عام 2016. وضمن إطار المشروع المذكور، يقوم سكان المدينة بإحضار المخلفات إلى نقطة محددة، حيث يتم رميها هناك في حاويات مخصصة ل 45 نوعاً من النفايات، ومن ثم تنقلها شركات خاصة لإعادة تدويرها. كشفت شركة فوجي فيلم الشهيرة عن كاميرا مراقبة جديدة بقدرات تصوير فائقة. وأوضح مطورو هذه الكاميرا أنها زودت بأنظمة تقريب للصورة بقدرة عالية، كما يصل مدى حساسية هذه الكاميرات إلى 819,200 وفق معايير التصوير الاحترافية، ما يمكنها من التقاط صور عالية الدقة في الظلام وظروف الطقس السيئة وأثناء وجود الضباب، ويمكن مستخدميها من ملاحظة حركة شخص ما على بعد 3 كيلومترات، وتحتوي على أنظمة أوتوماتيكية لتثبيت اللقطة في أثناء اهتزازها، إذ يمكنها العمل ككاميرا مراقبة محمولة على الآليات والسيارات. حول مدرس علم الأحياء التركي حسن قابلان منزله إلى ما يشبه متحفاً للمستحاثات يضم نحو 3,000 قطعة جمعها على مدار 20 عاماً. ويقيم قابلان في مدينة أنطاكيا جنوب تركيا، حيث يعمل مدرساً ويقضي معظم أوقات فراغه في جمع المستحاثات. ونتيجة شغفه أصدر قابلان كتاباً عن المستحاثات بولاية هاتاي المطلة على البحر الأبيض المتوسط، وتضم مجموعته مستحاثات تبلغ أعمارها ملايين السنين، إذ عثر على مستحاثات عمرها 60 مليون عام في جبل كالدار. وعبر قابلان عن رغبته في مواصلة أبحاثه عن المستحاثات وجمعها وعرضها في متحف متخصص. ابتكر باحثون أمريكيون روبوتاً نفاذاً متناهي الصغر من شأنه نقل الدواء داخل جسم الفأر، وخصص الروبوت لمكافحة أورام الأمعاء، وهو لا يتضمن أجهزة إلكترونية ولا مصادر للطاقة. والروبوت عبارة عن كرة مصنوعة من المغنيسيوم بقطر 20 ميكرومتر، وهو يقاوم العصير المعدي، حيث تتوزع طبقة من الدواء بين طبقتي البارلين والمغنيسيوم. قررت الأوكرانية أنتونيا بافيلينكو المخطوبة من الشاب التركي شريف أكين اعتناق الإسلام في ولاية غازي عنتاب جنوب شرقي تركيا. وقررت أنتونيا البالغة من العمر 23 عاماً وبعد دراسة مطولة اعتناق الإسلام، وطلبت المساعدة من خطيبها. وأقيمت مراسم في دار الإفتاء بمدينة غازي عنتاب لإشهار أنتونينا إسلامها. وعقب نطقها الشهادتين حولت اسمها من أنتونينا إلى مريم. ابتكر باحثون مغاربة تقنية للذكاء الاصطناعي تضاف إلى نظام تشغيل الطائرات من دون طيار،
فتمكنها من أداء مهماتها المبرمجة تلقائياً من دون الحاجة إلى توجيه عبر جهاز تحكم من الأرض. هذا المشروع أطلق عليه الباحثون اسم سكاي نت، وتم تطويره في مختبر الأنظمة الإلكترونية والحاسوب والصورة في المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية. وكانت بداية المشروع عندما قرر الباحثون التفكير جدياً في توظيف مهاراتهم بمجال الذكاء الاصطناعي والأنظمة المعلوماتية لتطوير آلية تضمن فعالية الطائرات من دون طيار في أداء المهمات، خاصة تلك التي تتطلب الاستعانة بالمراقبة الجوية كمراقبة الصيد غير المشروع في البحار والمحيطات. تجرى الأبحاث المتعلقة بالأطراف الصناعية بشكل سريع للغاية، لكن أصعب العقبات التي تقف أمام تطور هذه التقنية هي الوصول إلى حاسة اللمس. لكن العلماء ابتكروا مؤخراً تقنية جديدة يمكن من خلالها ربط إصدارات النموذج الأولي من اليد الصناعية المتطورة بأعصاب مرتديها، وهذا ما ينتج عن القدرة على الشعور. وبفضل مهندسي الطب الحيوي في جامعة يوتا، سمح هذا التقدم المذهل للمشاركين في الدراسة التجريبية بالتعامل بسلاسة مع الأشياء وحتى الشعور بلمس يد شركائهم. تتواصل في تركيا أعمال ترميم مصحف عمره 455 عاماً تمهيداً لعرضه في أحد المتاحف التابعة لإدارة القصور الوطنية في البلاد. المصحف صنع غلافه من الجلد الطبيعي والمدهون بالذهب، وقدم كهبة للقصور العثمانية في الأول من تموز من عام 1816 من قبل خادمة ديلسازا، إحدى زوجات السلطان العثماني محمود الثاني بحسب سجلات الأرشيف التركي. وتم الانتهاء من كتابة المصحف التاريخي في العاشر من شباط عام 1564 من قبل الخطاط علي الشهير بأبي الحسن الأسيلي. ووضح أحمد قورناز مؤسس ورشة التجليد التابع لإدارة القصور الوطنية أنه يجمع في عمله بين الأساليب القديمة والحديثة المتعارف عليها في فن التجليد، ويختار بنفسه نوعية الجلد الذي سيستخدمه في أعماله. هذول الطلاب شو قاعد يعبون شلون؟ هذا حال الطالب العراقي. مع صعوبة العمل والبحث عن مصدر رزق وبين ممارسة الهواية وإشباع الرغبة الفنية، يعكف الشاب المصري محمود نظير على صناعة فن مميز في أوقات فراغه. محمود الذي يبلغ من العمر 38 عاماً متخصص في مجال الطباعة منذ أكثر من 10 سنوات، وفي عام 2016 قرر تحويل هوايته منذ الصغر في القص واللصق إلى عمل احترافي عبر استثمار الكرتون المتبقي من عمله في تحقيق رؤيته الفنية التي تحولت أيضاً إلى مصدر دخل إضافي. يمارس محمود عمله وهوايته داخل منزله المتواضع هذا وبتكلفة بسيطة،
فقد صمم خلال عامين مجسمات مختلفة الأحجام للمسجد الحرام في مكة ومسجد الحاكم بأمر الله في شارع المعز وسط القاهرة، كما برع في مجسمات للحيوانات وللأدوات الطبية والمكتبية. ويقول محمود إن عمله تطور بسرعة ويسير بخطوات جيدة، حيث تحول من عرض منتجاته إلى أن يطلب منه العملاء تصاميم متنوعة. ويوضح محمود أيضاً أن المجسمات التي يصنعها هي للعرض فقط وليست للاستخدام، خاصة من قبل الأطفال، لأنها مصنوعة من خامات ضعيفة، فهي بالنهاية مواد من الكرتون. ويسعى محمود نظير إلى تطوير هوايته، حيث يحاول من خلال صفحاته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك الترويج لمنتجاته وبيعها، خاصة مع الإشادة المتواصلة من قبل جمهور الصفحة والمهتمين بهذا النوع من الفن. هنا وسط جبال طوروس بولاية قونيا التركية، تستقطب مغارة تينازتيبه السياح المحليين والأجانب بفضل الصواعد والنوازل التي تحتويها ودرجة حرارتها الثابتة في فصلي الصيف والشتاء. وتلفت المغارة الانتباه بوصفها منظرا طبيعيا خلابا اكتشفت من قبل العالم الفرنسي ميشيل باكالوتشيز عام 1968. المسؤول عن إدارة المغارة حسن تشالمالي أشار إلى أنه وأحد أصدقائه تجولا لنحو 5 ساعات داخل المغارة بمساعدة إنارة من بطارية حملاها معهما، وبعدها اعتقدا بأنه يمكن الاستفادة من المغارة سياحيا. وفي عام 2004 تقدم تشالمالي بطلب إلى الوزارة المعنية واستأجر هذه المغارة لمدة 49 عاما، وعلى مدار 15 عاما أصبحت المغارة مرفقا سياحيا مهما. وأكد تشالمالي أن آلاف السياح يزورون المغارة سنويا، مشيرا إلى وجود 3 مداخل لها، ويبلغ طول المنطقة التي يمكن للزوار التجول داخلها 1.5 كيلومتر من أصل 22 كيلومترا، وهو طول المغارة. وأكد أن نسبة الرطوبة داخلها تبلغ 75%، مبينا أنها مثالية من أجل مرضى الربو. ولفت إلى أن تينازتيبه تعتبر من أطول المغارات في تركيا، وقد باتت مركز اهتمام السياح المحليين والأجانب، حيث يزيد عدد السياح سنوياً بنسبة 30%. يرجى من مشاهدي قناة الرافدين الفضائية استقبال بث القناة على مدار القمر نايل سات وفق التردد 1-2-3-8-0 أفقي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الانزلاق الغضروفي، شو هو الانزلاق الغضروفي؟ سواء في الرقبة أو في الظهر. الانزلاقات الغضروفية هي عبارة عن خروج الغضروف اللي هو بين الفقرتين، خروجه من مساره أو من مكانه السليم، ومن ثم بيصير يضغط على النخاع الشوكي والأعصاب الخارجة من النخاع الشوكي سواء اليمنى أو اليسرى. طيب، هل له أسباب الانزلاق الغضروفي؟ نعم له أسباب، والسبب الأساسي والرئيسي اللي هو إيش؟ رقم واحد، ضعف عضلات الظهر. طب شو اللي بيسبب ضعف عضلات الظهر؟ ضعف عضلات الظهر السبب الأساسي فيها عدم ممارسة الرياضة، وأيضا طبيعة العمل. طبيعة العمل يعني كثير منا، يعني اللي بيجلس ساعات طويلة، اللي بيضل واقف ساعات طويلة دون أن يمارس الرياضة، يؤدي إلى ضعف عضلات الظهر، ومن ثم يكون الغضروف مؤهل للانزلاق. بعض الأحيان بيجي إنسان ما بيقدر يرفع 50 كيلو أو 60 كيلو أو ما شابه ذلك، بيرفعها بصير عنده انزلاق غضروفي أو ما يسمى أو المتعارف عليه بالفتق. تمام، فهالأشياء هذه أساسية وضرورية لكي نعلمها ونعرفها بحيث نتلافى ما يسمى بالانزلاق الغضروفي. طيب، في حاجة تانية مع الانزلاق الغضروفي ممكن نشرحها هيك شرح سريع، ألا وهي ما يسمى بعرق النسا. عرق النسا هو التهاب العصب الوركي شبيه بالانزلاق الغضروفي، ولكن علاجه بسيط جدا وسريع، اللي هو مضادات الالتهاب وبعض الأدوية التي تؤدي إلى الشفاء التام من هذه الحالة. لكن الانزلاق الغضروفي لو أردنا أنه نشخصه تشخيص صحيح، رقم واحد ضروري علينا أن نعمل صورة رنين مغناطيسي للظهر حتى نحدد درجة هذا الانزلاق. طيب، إذا كان درجة هذا الانزلاق بسيطة ولا وغير مؤثر هذا الغضروف على الأعصاب بشكل كبير ومش مسبب أي تلف للأعصاب، مباشرة علاج تحفظي. شو هو طيب العلاج التحفظي؟ عدم رفع الأشياء الثقيلة وممارسة الرياضة بشكل يومي، وخاصة وأخص بالذكر عضلات الظهر، يجب تقويتها بتمارين معينة موجودة ومنتشرة، تمام، بيعرفوها الأخصائيين بالعلاج الطبيعي بيعرفوها. يعني أنت لو سألت أي إنسان أو أي طبيب خاص بالعلاج الفيزيائي على طول حيعطيك تمرين أو اثنين حتى تفادى به، ويفضل أن تستمر على هذه التمارين فترة طويلة، يفضل الإنسان دائما ويجعلها في حياته حتى يمنع الانزلاق الغضروفي. هناك بعض الأدوية التي تعطى لأجل التخفيف من حدة الانزلاق الغضروفي، وهذه الأدوية في عمومها يعني ممكن يكون كورتيزون، ممكن يكون مسكنات، فيتامينات، تساهم كلها في عملية الشفاء التام من الغضروف. طيب، لو كان الغضروف متقدم يعني ضغط على الأعصاب بشكل أنه تالف الأعصاب، وأيضا أدى إلى ضرر بعض الأعضاء زي الإيد مثلا إذا كان في الرقبة، أو الرجل إذا كان في الظهر، هذا ينصح بأخذ استشارة دكتور عظام أو دكتور جراحة أعصاب وعمود فقري، لأنه على الغالب في الحالة هذه يحتاج إلى تدخل جراحي.